أن يوم 17 يعني يعني الرجل الذي قاد أول مسيرة ولما المسيرة هو 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 عمر أولاد أحمد بن علي. لا على كل على كل حال على كل هذا الاثبات هذا يمكن ان يثبت بعد. ايوه صحيح كل على كل حال سيد الوزير على كل حال عفوا على كل لحظه نظام ماذا يعني ما يقول على كل حال يعني انا اقول انا كنت حاضرا نعم نعم اقسم برب العزه اقسم برب العزه بالغ الحب والنوى لا 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 لان ما يروج الان هو افتراء وهو حقائق غير صحيحه. كنت حاضرا عفوا سيد الوزير كنت حاضرا انا شخصيا منذ الدقائق المواليه لاستشهاد ابو عزيزي واعرف اول من رفع شعار التشغيل استحقاقي على عصابه الصراخ وكل شيء موثق باليوتيوب وكل شيء موثق بالفيسبوك ونعرف العفو ونعرف بعضنا البعض ونعرف يعني انفسنا من الذي كان متواجدا واعرف هذا السيد الذي تتحدث عنه اعرف متى تدخل تدخل بعد فرار بن علي أول من رفع شعار التشغيل استحقاقي عصابة الصراخ اسمه الناصر ظاهري وهو نقابي معلم. لو سمحت لي معلش أنا لا أنا 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 تحدثت ربما بنبرة عالية جدا لأن ما يروج هذا افتراء وغير صحيح. طيب فينا بس نشرح لو سمحتم لي شخصيا وللمشاهدين. لو تسمحي لو تسمحي هذا ما هي نقطة الخلاف الآن؟ نقطة الخلاف أنه روج بعد فرار بن علي أنه أول من قام باجتماع عام اسمه يلقب أولاد أحمد بن علي من سيدي بوزيد وهذا هذا غير صحيح. ومن هو هذا الشخص يعني من قالها السيد الوزير يمثل النهضة الأستاذ وهو من النهضة قالها الأستاذ زميلي المحترم الأستاذ سمير ديلو وتم تكذيبه على صفحات الفيسبوك وأنا أعيد وأرفع شعار التحدي أرفع شعار التحدي إلى كل من يثبت أن هذا الذي كان يذكره مع احترام له وأقدره وأعزه وأجله أرفع شعار التحدي إن كان هذا صحيحا فليدلي بدلوه. أنا لدي ما يسمى بلي سيكونس في الفيسبوك وبلي سيكونس في اليوتيوب. نعم سيد الوزير ومعروفون الوجوه التي تواجدت أمام مقر الولاية معروفين وجها وجها. طيب هلا نحن اليوم نتحدث عن أبوة الثورة يعني. ليس هناك مزايدة لمن قام ليس هناك مزايدة ولا عن أبوة الثورة. أنا أشكرك أنت وأشكر أمثالك الذين شاركوا في هذه لحظة أنا أشكرك أن لست هنا في مقام مزايدة وإنما هنا ليس مقام مزايدة لا نقول الحقيقة سيد الوزير نقول الحقيقة. طيب خلونا إيمان لو سمحتي لماذا سيدي بوزيد؟ لأن منها اشتعلت شرارة الثورة في ديسمبر عام 2010. سيدي بوزيد الولاية الوحيدة التي لا يوجد فيها معمل محترم. سرعان ما انتشرت النار على صفحات الانترنت. لماذا صفحات الانترنت؟ لأن نبض الثورة شبابي بامتياز. على ما يبدو الشباب هم جمهور الإنترنت. تونس، ثورة الياسمين، ثورة الأحرار، رائدة ثورات الربيع العربي.